اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد ألويتها بما يقرب من 1 مليار دينار. وذكر بيان للمكتب إن الكشف على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها وجود مخالفات مالية كبيرة في مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولوائها 14 متعلقة بعدم استقطاعهما لمبالغ التضمين عن فقدان الأسلحة وأضرار العجلات ومبالغ الغيابات والعقوبات الخاصة وغيرها.